غزالات ديالي، هنا رجعت معكم في الجزء الثاني من القصة ديالنا. اللي مازال ما شاف الجزء الاول غادي نخلي الرابط ديالو في اول تعليق. اما الغزالات اللي شافوا الجزء الاول راهم عارفين ان القصة مشحرة بزاف، والقصة كيف ما سمعتوا مازال ما بداتش، ويلا غادي تسخن ويلا غيبدا الصح الصحيح. هذاك الشيء علاش غنقول لكم كونوا مستعدين، وانا ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا مباشرة في الجزء الثاني ديالنا. المهم هي هادي دوز تقريبا واحد اليومين. المهم في واحد النهار انا كنت جيت من الخدمه، وهما كيف العاده جالسين في الدار ديك النهار، يعني ما خارجين ما والو، ما كيديروا حتى شي حاجه، الدار مشق الباب مرونه. المهم انا ضربت فيهم ودس، ما دويت ما تكلمت، دخلت للكوزينه وشديت واحد الكريسي وبقيت جالسه وحاطه حدايا شي معنات وكنقرقف فيهم. لما عنا تقولوا نتوما ديالاش ديال الفطور حشاكم دياولهم اللي جاو وفطروا وما جمعوش حتى المعان من بلاصهم وما مغسولينش، كيتسناوني انا اللي حامله ومثقله وخدامه نجيو نغسلهم ليهم. المهم بديت كنقلقف في دوك المعانات على اساس انني كنطيب الغداء، ومن بعد سديت الكوزينه وخرجت نيشان عندهم الصالون. طرفت واحد شويه دخلت لبيتي جمعته مزيان، ومن بعد دخلت الكوزينه وهزيت التليفون ديالي وبقيت كنلعب فيه حتى كنسمع الراجل جا. ايوا هذيك الساعه نط بشويه عليا وتميت خارجه من الكوزينه، وفي هذيك اللقطه خواتاتو جايين كيجروا باش كيف العاده يدخلوا الكوزينه ويديروا راسهم زعما كيعاونوني. لقاوني خارجه ما فهموا حتى شي حاجه. ايوا خرجت وخليتهم ومشيت نيشان لبيتي وضربتها ليا بواحد النعسه. البنات كيف دخلوا الكوزينه تصدموا حيت ما لقاو لا غدا، الماعن باقي في بلايصهم، الكوزينه مشقلبه، البيت الاخر مشقلب باقي مناطهم مسرحين فيه، حيت هما راه كانوا جالسين في الصالون. وانايا فاش كنت كنجي هادشي كامل كنت كنديرو، كنجمع الكوزينه نجمع البيت نمشي نحك الطواليت، يعني هادشي كنديرو انا، يعني ما نقدرش نخلي هذاك الشيء. ولكن داك النهار بردت قلبي. مهم تصدموا اش غيجمعوا ما غيجمعوا، انا راه ساكنه غير في الطابق الاول، يعني واحد جوج خوهم راه وصل للدار. وفعلا ما جاو فين يدورو في جنابهم حتى مولاي السلطان شرف، وكيف دخل مع الباب الدار كيشوف خواتاتو صفرات. ايوا دخل مشى نيشان الكوزينه كيشمشم كيلقى غير ريحه الخنز، ما كاين لا ريحه طويجين لا ريحه مريقه. قال لهم فين هو الغدا؟ قالت وحده كتشوف وحده. ايوا انا هذيك الساعه خرجت من البيت بشويه عليا وشاده في كرشي وهز راسي، وقلت له اليوم عيانه غير سمح لي ما قدرش نطيب الغدا. قال لي ونسيه راه حامله وخواتاتي شنو كيديروا؟ شاف فيهم قال لهم شنو كنتو كديروا؟ علاش ما طيبتوش الغدا؟ وانا نقول له اويلي خواتاتك راه ما عمرهم ما طيبوا هنا، راه يمكن ما كيعرفوش يخدموا في الكوزينه هادي. سيت صدم وتم ضرب على الكوزينه، ضرب على البيت الانفاس معاه اللي كنا كناكلو فيها، كيبانوا مفرق مانطهم مازال مفرشين. قال لهم مال الدار دايره بحال هكا، واش كنتو خارجين ولا شنو؟ موجات كتجري. قلت لي يا وليدي راه كنت عيانه ورجليا ضارين والبنات بداو كيمسدوا ليا ما كيمسدوا ليا. المهم انا خليتهم ودخلت نيشان الكوزينه، عاتني واحد اختو اش غنقول لكم كون لقاتني كون كلاتني. مهم حسات ديك الساعه بالقالب طلع معاها، ولكن ما عندها ما دير. انا دغيا جبت واحد الكفته من الثلاجه درت لها واحد شويه مطيشه وخويت عليها البيض وحطيت هذاك الطويجين حيت راجلي ما عندوش مع ماكله الزنقه بزاف، كلا وخرج هذيك الساعه. وانايا كنت دخلت البيت وسديت عليا وكنسمع فيهم عرفتي كيتفقسوا كيتقردوا. مهم ما لقاو ما يديروا، صافي داز هذاك النهار. من هذيك النهار ولاو رادين معايا البال، وليت كنجي كنلقى على الاقل المعنات هكا مغسولين فراش ديالهم مجموع، كنوض الكوزينه كيجيو يتعاونوا معايا وكل شويه كيطلوا شنو كندير ما شنو ما كنديرش. نهار كنشقى ونهار كنجي نيشان الفراش كنتلاحو كيولوا هما لي شاقيين. قلت لهم امي امي جيتو حتى الرحبات البفليو وبغى يضربكم البرد، مساكن ما عرفوش مع من تلاقاو. ايوا دازو هادوك ليامات، ومن بعد كنسهل عليا سيدي ربي ولات. وفهاديك الوقيته كانت جات ميمتي مسكينه بغات تقابلني. بالحق قلت لها شوفي يا ميمتي ما عندك ما تقابليني، واش انا عجوزتي الحبيبه جايه من العروبيه هي وجوج بناتها غير باش يقابلوني وانت تجي تقدمي قدامهم؟ انا كنت عارفه الا جات امي للدار غادي ينوض شي صداع. اللهم بلاش وخليهم نيت يتمرمدوا، انا عارفه الا ولت غادي نشد الارض وما غنتحركش وهما يدبروا راسهم. اي طيبوا ما يطيبوش انا اختي ما باغا والو، انا سطيل داس ليلو غنحطو حدا راسي والوقت اللي ضرني الجوع نخشف وجهي نبينا عليه السلام. مهم ميمتي في الاول ما عجبهاش الحال وقالت لي ويلي يا بنيتي ما ويلي. قلت لها شوفي امي دخلي سوق راسك. انا نقول لك وفعلا ميمتي كان جات جلست معايا النهار الاول درت لي الرفيصه وهذا، ومن بعد كان مشات. ايوا ولات العجوزه واللويسات
بزز منهم خاصهم ينوضوا يشقاو، لان الناس كانوا كيجيو ناس اللي كيعرف راجلي، الناس ديالي انا وهما داخلين الكوزينه، هادو يوجدوا لهم اتاي، هادو يوجدوا لهم الغداء، هادو يديروا ليهم، خاصهم يجمعوا الدار، والولد كينقر فينا وحوايج فينا وكيلوطي فينا وما نعرف فينا وما نعرف. ما كملوش 10 ايام مقاده، امه قالت له لا يا وليدي خاصني نمشي لخيمتي. ايوا راجلي كنوصلهم، وانا ديك الساعه عيطت لميمتي وعاد جات مسكينه باش تنفسني وباش تهلا فيا، حيت في ديك المده هما ما كانوش كيعقلوا عليا فاش كيكون راجلي راجلي اللي كيجيب لي حتى البيت الناس باش ناكل، اما فاش كنكون غير انا وياهم والله ما كيتذكروني حتى بمسمنه هي الاخرى. المهم الناس مشاو، انا كنت دايره حسابي في راسي، كنت عارفاهم ما كيحملوش فيا الشعره، هما حتى هما كانوا عارفين لانني ما ساهلاش. صافي بقينا هكا. مهم داز الوقت، كنا عاوتاني مشينا عندهم، نفس الشيء، الناس غير كيتنفخوا ما كيتعاملوش مزيان قدام ولدها، كتبقى تقولي ويلي مرت ولدي، ويلي هادي، ويلي راكي عزيزه عليا، ولكن فاش كنكون انا وياها كتبقى تحشي لي الهضره ونقير نقير 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 قهراتني. ايوا هذاك ولدها اللي كان خدام، حيت هما عندها ثلاثه الوليدات وراجلي وجوج دراري اخرين، واحد فدوك الجوج كان خدام، حتى هو كان شاف واحد بنت الناس تزوج بها، من مورا واحد بنت حتى هي تزوجات، بقى عندها غير ولد ممزوج وبنت ممزوجاش. المهم جات ايام وجات ايام، انا كنت ولدت ولادتي الثانيه، ولينا كنمشيو مره انا كيف ما قلت لكم، يعني كنت كنحاول ندير المستحيل باش ما نمشيش عندها بزاف، حيت فيما كنت كنمشي عندها كنلقى غير نقير وصداعات، والسيده ما كتحاشيهاش ليا، ما كديرش ليا اعتبار، دائما كتهرز اللوز بولدها، مهم دائما كتعامل بواحد الطريقه اللي ما زويناش. وحتى فاش كنت كندي ولادي، منين كيوصلوا ولادي وهي كتغوت عليهم، لحقه ما تدخلوش ليا بسبابتكم، لحقه رونتوا ليا الدنيا، لحقه ولادك ما مربيين، هادشي غير قدامي. ولكن مع راجلي كتولي تبوس وتعنق وتقول لهم دخلوا ولعبوا، خلي الدراري اميلي تفرقي عليه، علاش ضربتيه؟ المهم هي كانوا عندها جوج ديال الوجوه، وفاش كنت كنعاود هادشي راجلي، راجلي ما كانش كيتيقني وكيعتبرني انني انا فحال كنزيد فيه، وكيقول لي لا لا ما يمكنش. كنقول له شوف موك راه كدير الفرزيات ما بين ولادي وما بين ولاد ولادها الاخرين، موك ما كتعاملش مع ولادي مزيان وما كتعاملش معايا انا مزيان، راه كيف كتخرج كتبقى تحشي ليا الهضره. وفي واحد النهار كانت قالت لي هكا مباشره، قالت لي ما تبقاوش تجيو عندي، كتجيو كترونوا لي الدنيا وكتمشيو وكتخليو بنتي غارقه فيها، فحال هكا فحال هكا قالتها ليا. مهم الراجل هاد الهضره ما تسوقش ليها، ومشات ايام وجات ايام، حتى هذيك بنتها كانت ولدات وولدات عندها في الدار، وراجلي قال لي ضروري ما نمشيو. مهم كنت شفت كيفاش ندير مع الخدمه، حتى هو كذلك ومثال، هزينا وليداتنا ومشينا. فاش مشينا لقينا الدار عامره، لقينا هذيك بنتها اللي ولدات، بنتها الاخرى، كاين هذيك مرت ولدها الثانيه، كاينين شي خواتاتها، شي بنات خواتاتها. مهم طبعا انا وليداتي كيف وصلت السيده ما حملاش فيا الشعره، واخا كنت كنوض كنحاول نشقى معاها، وليداتي كنت يعني كنغوت عليهم كنقول لهم ما ترونوش، جلسوا الارض، ما تخرجوش للتراب، ما ديروش ما تفعلوش، ولكن هي كانت فاش كنكون انا وياها وليداتي كتبقى تغوت عليهم، ولكن ولاد بنتها ولا حتى ولاد ولدها الاخر، يعني كانت كتعامل معاهم احسن من ولدي. بنات بنتها دوك تحماق عليهم، ولاد ولدها الاخر واحد شويه، غير انا ولادي كانت كتغوت عليهم وكتبقى تخاسم وكتعامل معاهم واحد التعامل ما نقولش لكم عليه كيفاش داير. صافي هي هذيك، فهذيك المناسبه فاش مشيت، انا كنت واقفه في الكوزينه وهما كانوا جالسين مع هذيك البنت اللي كانت ولدات مع بنتها. في واحد اللحظه تميت غاتت كنسمعهم كيهضروا عليا وكيهضروا على ولادي. هذيك الساعه بالخف جبت تليفوني وبديت كنسجل الهضره اللي كنسمع. مهم سجلت هذاك الشيء، من بعد دخلت وخليت التليفون كيسجل، والسيده بلا حشمه بلا حياه بدات كتغوت وكتغوت على ولادي، وديك الهضره اللي كانت كتقول لي طيل هذاك السنين كلها خرجاتها، فحال حتى دير ربي يبغي يبينها على حقيقتها. مهم انا ما دويت معها ما تكلمت، خليت حتى خوات المزويده كامله، ومن بعد قلت لها خالتي الا ما بغيتيناش نبقاو نجي وما نجيوش، قالت لي واه عرفتي شنو من الخير ما تبقاوش تجيو، قالت لي كتجيو غير كترونوا لي راسي، انا ما عرفتش نقابل البنت ولا نبقى مقابلاكم فحال هكا. الله يا خالتي الله، انا ما كنعاونكش. قالت لي واش كديري كاع؟ صافي انا تما جمعت الهضره. مهم جا راجلي في العشيه سمعتو الاوديو، السيد كيف سمع كيفاش ولادو كتهضر عليهم وكيفاش كتهضر عليا انا وكيفاش كتعاير وكيفاش كتخاصم، ما رضاش وما جابو الحال، وتما كنتاكد من كاع الهضره اللي كنت قلت ليه. وفي هذاك الوقت كنوض مع مصداع، وقال لي علاش امي عندك جوج وجوها، علاش كتعيطي عليا وكتقولي علاش مرتك ما جاتش، علاش ولادك ما جاوش، وفي الاخر انتيا ما بغيتيناش نجيو. مو بدات كتحلف وكتعطي راسها وكتقول له هاد الهضره ما كايناش،
وهاديك بنت الحرام باغا تفارقنا وهاديك راها كدابه. قال ليها مي انا راه سمعت بودنيه ماشي شي واحد قال لي. قالت له لا وهذا الشيء ما كاينش. هو جبد لها التليفون وسمعها هذاك التسجيل. تما السيده تصدمات وما عرفت باش تبلعت. هذيك الساعه كنا جمعنا شطيطنا ورجعنا في حالاتنا وراجلي بقى تقريبا واحد الشهر ما كيدويش مع امه. من بعد كنت دويت معاها وقلت لها على الشيطان انا هادشي قلت لك غير ماشي باش انك تخاصم معاها. قلت لها هادشي قلت لك غير باش ما تبقاش تلزم عليا شي حاجه اللي ما خصش اصلا تلزم عليا. اختك ولدات نمشيو نزرو ونرجعو فحالنا. علاش غنبقاو جالسين معاها ولد الناس سيمانه؟ قال لي لا ورا مهمتي. قالت لي حقا ما حقا باغا تعاونها. قلت له اخر مره. قال لي صافي اخر مره. مهم من تما ولات علاقتي مع قوسي في الحدود. يعني وليت في المناسبات كنمشي عند نهار حتى اليومين. يعني كنضل عند ديك النهار الغد لي مع الصباح كنجمع ولادي وكنرجع في حالاتي. كنعيط لهم في المناسبات. كانت مريضه عيانه هي الا جات كتجلس هكا الا كانت غتجي عند طبيب نهار ولا يومين. راجلي طبعا كيصرف عليهم كيصيفط لهم داكشي اللي قسم الله وهو كيمشي عندهم. انا ما بقيتش كنمشي بزاف. صافي وبقينا هكاك. غادي يدوز عام عام على هاد الواقعة اللي عاودت لكم. راجلي غيبدا يتبدل بشوية بشوية حتى غنوصل لواحد الحد اللي غيقول لي شوفي انا ما بقيتش مرتاح معاك وباغي الطلاق. كنجلس معاك ونقولوا اول الناس بغيتي الطلاق قول لي غير علاش؟ واش انا درت لك شي مشكل؟ واش بيناتنا المشاكل؟ انا وراجلي ماشي غنقول لكم كنا عايشين في النعيم. الا طبعا كنا فحال الناس كاملين. كانت خاسمو وكانت صالحو وبعد المرات كيوقعوا بيناتنا مشاكل كبار. يعني مشاكل وكان فهمتي كنديروا ما منين يدوز. يعني كان انا كنصبر شويه المره الجايه هو كيصبر شويه وهكذا. بالحق في هذه المده اللي كنعاود لكم عليها دابا الامور تغيرات. الراجل ولا عصبي بلا قياس. ولادو كيجيو يدوا معاك يبدا يقوت عليهم. انا ما بقاش كاع كيحمل يسمع صوتي. كيدور يدور ويقول لي انا خنقتوني انا عييت من هاد الزواج انا الله ينعلب هاد الزواج انا جداني نتزوج انا اش بغيت بهادشي. مهم مرضني في صحتي مرضني ديال بصح تلفت وما تليت عارفه ما ندير معاه. فديك المده كنت كنعيط لماما كنبدا نعاود ليها ونشكي عليها وماما كتقولي بنيتي صبري ما عندك ما ديري. شنو غادي ديري ليه؟ راجل كنتي عارفه الخدمه ديالو شويه صعيبه وخاصه دابا ما دابا. مهم ماما كتصبر فيا وانا كنشوف راسي حتى انا كنضرب تمارات. انا خدمتي ماشي سهله كيكون عندي فيها الليل بزاف المشاكل والصداعات ونجي للدار نلقى هذوك المشاكل. يعني راه ماشي سهله. صافي بقينا على هذيك الحاله حتى وصلنا لواحد المرحله اللي الراجل ولا كيجبد الطلاق في الصباح وفي العشيه. يعني اي مشكل طرا بيناتنا واللي ولاو المشاكل بالعرام لان السيد ولا غير معصب كيقول لي طلاق. شي لا دخل مثلا وحطيت لي الغداء وما عجبوش كيقول لي اش هاد الطياب اش هاد الزمر الماكله الزنقه الله ينعلبوا هاد الزواج عرفتي نطلقوا. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا خصكم طلع ليها الدم. وجاتني هذيك الحياه ما حياه ما تلعبه. وتما كنت جلست معاه قلت له اسمعني يا ولد الناس مهنا تفهموا كنتي باغي هاد الزواج مرحبا ما كنتيش باغي هاد الزواج الخلا والجلا وشطبات عشوره انت فرتكو كل واحد يشط طريقه. قال لي مرحبا الله ينعلب اللي ما يديرها دابا نوض جمعي عليا حوايجك وخرجي عليا برا. قلت له الشريف انت اللي غتجمع حوايجك وانت اللي غتخرج برا. قلت له انا هزيتيني من مدينتي وجبتيني لهاد المدينه ودرتي بيا وفيما مشيتي كندفع انتقال ونتبعك ونجري ونجاري وهاد التكرفيس كامل وفي الاخر ما عقلتي على حتى شي حاجه. قلت له دابا ولد الناس اذا كنتي كتعتبر راسك راجل غادي تنوض تجمع شطيطك وتخرج لبرا والنهار اللي غتخرج ليا ورقه ديال طلاقي غندفع انتقال ونرجع حدا والديا والله يعاوننا ويعاونك. ايوا السيد فاش قلت له هاد الهضره ما رضاش. هذيك الساعه كنناض ولاول مره غيمد عليا يديه. تخيلوا انا الراجل راه مزوجه بيه سنين وراجلي ماشي غنقول لكم ظريف قبيح ودازو بيناتنا المشاكل وكل شيء وما عمرو فكر يعني ماشي تجرأ ما عمرو فكر حتى يمد عليا يديه. صافي تما عرفت ان الموضوع كبير تخاصمت انا وياه. السيد كان مشى غبر شي يامات انا يا كنت كليتها في صحتي ومن بعد كنت عاوتاني نط وقط وقلت والله تنوض ما عنديش الحق حتى نطيح. هي هذيك انا في هذوك اليامات بديت في الاجراءات ديال الطلاق. يعني بديت كنسول على راسي وهذا حتى كيجي الراجل كيبكي ديالو ديال حبابو قول لي اسمحي ليا وانا ما عرفتش شنو وقع ليا انا من هذيك الساعه وانا مريض وانا ما عمري ما كنت كنظن انني نمد يدي على مراه وخاصه مرتي ومات وليداتي وانا غلطت وانا راه ما عجبنيش الحال وتوابقى فيه الحال انا وكنمد عليا يدي قدام ولادو. فداك الوقت نعلت الشيطان وقلت ما كاينلاش نخرب داري على ود مشكل فحال هذا. واخا ما عجبنيش الحال والموضوع كبير ماشي ساهل ولكن قلت اول مره ماشي مشكل واحد يغمض عينيه وفحال حسيت ان كاين شي حاجه ما هياش من مورا هذا الشيء كامل. المهم هي هذيك رجع الراجل دارو رجعت علاقتنا وعرفتي رجعت العلاقه راه ما نقولش لكم كيفاش
السيد راه قاع رجليا كيبوسهم ليا، احقا كنبغيك، احقا انا هاد ليام دوزتهم في العذاب، راه غير الفكره ديال انني نتفارق معاك كتقتلني. دوزنا راه شحال نقول لكم، ورا واحد العشر ايام حتى بداو الصداعات، وداو الصداعات اعنف، ولا الراجل كيقول لي ساحر عليا، لا هادشي ماشي طبيعي، عطيني التقار بعدي مني. انا كنطلع ليا الدم وكلو سمعني يا ولد الناس، راه هادشي ديالك طلع كل كرموس نزيد شكون قالها لك، راه ما عنديش معاه. قلت له عجبك الحال ولد الناس، نكملوا في هادشي، ما عجبكش الحال مريضنا ما عنده باس، كل واحد يشد طريقه والله يعاون العاونات. عاوتاني الغنايه ديال خرج ليا من الدار، قلت له انا هاد الدار اللي ما غنخرجش منها، قلت له هاد الدار غنجلس فيها حتى النهار اللي تجيني الورقه ديال طلاقي، وهذيك الساعه الله يعاون العاونات. السيد خرج واحد اليومين من بعد رجع وشد معايا السكار وقال لي حتى انا جالسه معايا وغنمرضك في حياتك وصافي غندفع الطلاق. قلت له صافي دفع، انا موافقه، انا ولد الناس ما بغيت منك حتى شي حاجه، النفقه ديال ولادك راه طبعا طبعا غتعطيهم ليهم، لان هذا راه القانون اللي كيقول هذا الشيء، وانا ولد الناس بغيت غير التقار. في من تما عطيتو النخال، ما بقيت لا كندويه لا كنحاشيها لي لا كنتكلم معاه، كنوض مع الصباح كنديولي داتي المدارس ديالهم، كنمشي لخدمتي، كنجي كنجيبهم، طيب داكشي اللي قسم الله، ناكل نشرب نضحك، لابسه مقاده مصيبه ليامات، عاد ما جاني المكياج، وعاد ما جاوني الروايح، وعاد ما جاوني نخرج مع البنات، وليت كندير الحوايج اللي نستفزهم بهم، الحوايج اللي هو ينوض ويهضر معايا. ايوا السيد كيتكردد يتكردد يتكردد، كدوز يومين يرجع يطلب ويزاوب ويقول لي اسمحي ليا، ومن بعد كنسمح ليه، دوز عاوتاني 3 ايام كانت خاصمو. مهم بقينا على هاد الحاله في هاد اليامات، صحاباتي البنات كاملين قالوا لي راجلك مسحور، ما فيها لا الا ولا حتى، شكون اللي سحر ليه الله اعلم. مهم انا كان عندي واحد الشك وما نقدرش نقول لكم شكون، لانني ما مأكداش وما نبغيش ناخذ ذنوب ديال شي واحد، ولكن راه باينه بالنسبه ليا انا. صافي انا فاش عرفت الموضوع بحال هكا، والبنات كاملين كانوا كيقولوا لي على الشيطان وما زعما هادشي راه واضح، وهي كتخسري عائلتك وداكشي اللي بغاو يوصلوا ليه، خديت تحدي وتما حلف بحلو في هذاك الراجل اللي حتى نردو هذه هي هذيك، ولا كيقول لي نتصالحوا كنتصالحوا، كندوز مع هذوك اليومين مزيانين، ومن بعد عاوتاني كنتخاصمو. كيف كنتخاصم معاه، كنمشي عاوتاني هالصالون هالحمام، نتقاد نطيب نلبس، السيد كيجهر كيبقى يقول لي نطلقوا نطلقوا، حتى بوحدو كيجي ويبوس لي رجليا ويقول لي سمحي لي انا ما عارفش شنو واقع ليا، كنضحك وكنقول له هادو غير مجامرات وصافي ماشي مشكل. ايوا صافي كنعاوتاني نحضر الراس وندوز مع هادوك اليامات، وانا راه هادشي اللي كنقول لكم زعما كنتقاد وكنصيب وكنحاول انني نوجد الاجواء في الدار، كيدخل كيلقاني ناشطه، يعني الوقت اللي كنكون مخاصمه معاه طبعا، فاش كنكون مخاصمه معاه كيجي هو للدار كيلقى خصكم ناشطه مع قبها ما مسوقاش. فهادوك اليامات كنت كنطلق واحد الاغنيه ديال سميره بن سعيد ديال اديني هو سيبتو ما حصلش حاجه، والوضع طبعا ما اختلفش في اي حاجه. ومن هاد الاغنيه كنت كنطلقها بزاف كنطلقها بزاف، وهو كان كيتعصب كيف كيدخل ديك الساعه كيطفي التلفازه ديك الساعه. مهم انايا عاد ما كيجيني الشهيوات، وعاد هو كيقول لك ما ناكلش ماكلاتك، عاد ما كيجيوني الشهيوات، وعاد ما كيجيني نطلق ديك السالف في الدار ونتقاد، وعاد ما كيجيني الدوش ونتريح وندير الكريمات وندخل وليداتي معايا للبيت ونسد عليا ونخليه كيتقلى. وطبعا طبعا في دوك اليامات الرقيه للماء الرقيه للدار، كنت قبل ما كنخرج مع الصباح ولا كنت خدامه بالليل كنشد الماء كنقرا عليه، نحطو هكا في الثلاجه ندير به العصير، مهم اي حاجه كنطيبها كنطيبها بهذاك الماء، وكنحاول اني نرش به الدار، كنحاول نرش ليه هكا حويجاته. كنت متاكده انه السحر، لان السيد كيرجع ومن بعد كيتخاصم على التفاهات على التفاؤف، كيقول لي انا مخنوق. انا هذه هي الكلمه اللي خلاتني نقول لا انا راجلي ماشي طبيعي وماشي شي وحده اللي دايره بي، ولا كيقول لي انا مخنوق وبعدي مني واعطيني التقار، وانا ما بقيتش كنبغيك وصافي بغيت نطلق. وكنقول لي انا فاش كيقول لي بغيت نطلق كنقول له بسم الله بغيتي الطلاق مرحبا، غادي نبقى انا وفراجلي انا وراجلي على هاد المود فهاد الحريره تقريبا غادي لواحد 3 شهور، شهور ديال العذاب الاليم، 3 شهور ديال كنتصالحوا يومين ونتخاصموا سيمانه. اختكم ما ملاتش، وكون دايره بين عينيا انني ما غنوصلش لهداك الشيء اللي بغاه، وما عمرني ما غنمشي في الطريق ديال السحر والشعوذه، راجلي وعارفه كيفاش نردو. والحمد لله من مورا 3 شهور اللي عاق، حيت انا ما كنتش بغيت نقولها ليه، حيت الا قلتها ليه عمرو ما غتدخل ليه لراسو، خليتو حتى فهمها لراسو، ولا هو اللي كيجري على راسو، ولا هو فاش كيدخل الدار كيقول لي تلقي لي شويه القران، بعد المرات كيقول لي شي قري لي شويه، كنحس براسي هكا مبرزط. النهار اللي كيحس بهذيك الحاله كيقول لي عافاك لما شويه تلمت القران، ولا كينوض يصلي جوج ركعات، مهم ولا حتى هو محارب، ولا كيمشي عند واحد الراقي، مهم ولينا كنحاولوا نديروا هذاك
سما جميع الامور اللي نقدروا نحسنوا بها راسنا، الاذكار ديال الصباح ديال المساء، يعني ولينا كنديروا في حاله الامور. وهو ولا كيقول لي شكون اللي غيقدر يكون دارنا، كنقول له شكون اللي قال لك ان شي واحد يقدر يكون دارنا؟ تقدر تكون غير العين، تقدر تكون تخطيتي شي حاجه اللي ما ديالكش وانت الخدمه ديالك كل مره فين كتمشي، يقدر يكونوا الاعداء. المهم انا ما كنبغيش نبين ليه وكنخليه انه هو يعرف شكون اللي زعما شكون اللي داير ليه هذا الشيء. المهم داس مده الراجل اش غنقول لكم، كانت الاوضاع ديالو تحسنات، المهم بقينا لا تفارقنا لا والو، علاقتي معاه مزيانه بالعكس، عاد مازال تمسك بيا من مورا هذا الشيء. قال لي زعما انت فاش ما تخليتيش عليا في هذا الوضع، يعني راه كان سهل عليك انك تبدا حياتك من جديد وتضربيني بطالون، خدامه ما ناقصك والو، زعما اشنو زايد عليك؟ فعلا انا راه كنت خدامه تقريبا انا وياه كنتقاسموا المصاريف وممكن نهز المصاريف بوحدي، ما عنديش الاشكال. من مورا هذاك الشيء علاقتنا زادت تمسكات، انا عائلتو كنمشي هكا في المناسبات الكبيره فقط، اما الحوايج اخرين ما كنمشيش لدارهم. مو ما كتحملش فيا الشعره وانا عارفه هذا الشيء، بالحق ما مسوقاش ليها، فاش كنمشي كندير يديا في دراجلي. كنتعامل معاه مزيان، كيتعامل معايا مزيان، كيكبر بيا وهذا الشيء اللي كيزيد يفقصها. المهم انا راجلي مؤخرا ولا كيلاحظ انه فيما كيمشي للعروبيه ولا فيما كنمشي انا وياه كنرجعو مخاسمين وحالنا مبدل، وهو ولا كيقول لي نوضين على الشيطان وصلي لك جوج ركعات، وكينوض يصلي وكيدير الرقيه فحال عارف او لا حاس. انا اليوم جيت نعاود لكم قصي اولا باش تاخذوا العبره وتردوا البال بزاف. بعض المرات فاش كيوقعوا المشاكل بدون سبب قولوا ان راه كاين ان في الموضوع، يقدر يكون مثلا سحر، يقدر تكون عين، الواحد يستغفر الله يتبت شويه ما يسبقش الطلاق، خاصه الا كنتي عارفه راجلك ماشي عويدو هادوك وان شي حاجه فوق منكم هي اللي كتحكم فيكم. نعلو الشيطان الطلاق راه ساهل وفي اي وقت ممكن تطلقوا، اللي صعيب هو انك تجمعي الشمل ديالك وتبقاي محافظه عليه. انا راه اليوم راه هادشي اللي كنعاود لكم راه دازت عليه مده، راه ماشي زعما، والحمد لله باقي لحد الان عايشه مع راجلي بخير وعلى خير مبرعني، بالعكس قد ما انا كنزيد نتمسك بيه وكنزيد نوقف معاه قد ما هو كيزيد يتمسك بيا وكيزيد يبغيني كثار، ما كراش الدنيا يجمعها ويعطيها ليا، وكيدور يدور وكيقول ليا انا عارف ان شي حاجه كاينه ما هياش، وخاصه كيف ما قلت لكم فاش كيحس بهذاك الاحساس وكيولي يغوت غير على والو. راه راجلي كيولي يغوت على شي حوايج راه ما يمكنش، راه كتقول لي هذا احمر يقول لك خضر ودي غوت، يعني ما يمكنش. ولا هو راسو فهم ان فاش كيوقع لي هكاك راه كينوض يصلي استغفار وهذا، وهذا الشيء راه ماشي فهمه من النهار الاول، داس مده وتكرفصنا وتعذبنا وصبرنا والحمد لله اليوم كنجنيو هذاك الشيء اللي صبرنا عليه. الحصول هنا سالت قصتي، وكنتمنى منكم تعطيوني الاراء والتعليق ديالكم في هذا الشيء كامل اللي داز عليا، غلطه واش ما غلطاش، واش عندي كرامه ولا ما نكسبهاش، واش نصبر معاه ولا لا، كنتو في بلاصتي ديروا نفس هادشي اللي درت ولا لا. الحصول هنا سالت قصتنا، ما تنساوش خليوا الاراء والتعاليق ديالكم طبعا لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق زوينه ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحمق وكتموت عليكم.